is gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, it's anytime she goes away. Anytime she goes away, she will never coming back. I hope she never goes away. حياك الله معنا زاك. الله يخليك. الكل يتساءل زاك المسوي. Yes. شلون؟ لا زاك اختصار زكريا. اها. فزكريا المسوي. بس يعني ان شاء الله تدرين الحين النيك نيمز هي اللي دائما صارحة صح بالسوق. صح. وحاولنا نصغرها فور انستغرام. وعادة الأجانب تعودنا مثلا كاثرين تعطيك كاثي مثلا absolutely. يعني دائما الاختصارات الحين بدأت دارجة طبعا حطيت أنا يمكن مؤخرا على سناب شات من إيمان سويتها إيمي ما حد عرفني رجعت حطيتها إيمان نجم مرة ثانية بس نقول دائما أنت متخصص بالأجنبي يس أكيد مالك في العربية والله حاليا قمت أدش بالموسيقى العربية لأن فعلا الجمهور قام يقول لي ترى نبي عربي فبس انا من ايام اول فعلا كنت بس اجنبي ولحد الان بس الحين ان شاء الله في شيء عربي الحين تقدر تسمعنا ولا مو محضر لك؟ والله حاليا لا مو محضر شغله فاخليها لشيء مستقبل ان شاء أكيد. الله اكيد بيتك ومكانك الله يخليك من متى انت متعرف على الجيتار؟ يس من فتره طويله؟ من فترة طويلة فعلا يمكن كان عمري 14 سنة أهلي شاروا لي جيتار كنت أبي جيتار فقلت لهم أبي جيتار وفعلا شاروا لي أتذكر شاروا لي وعلقته بالغرفة قاعدة طالعة بس لما كل يوم أدش الغرفة وطالع بالجيتار يعني حبيت أتعلم من وقتها لا مسكته خلاص عن بلشت من اللي عطاك الدورات ان انت تاخذها والله لا على ايام اول قاعدين تتكلمين عن الكويت بالتسعينات 92 92 93 فلا ما كان عندنا حتى يمكن اعتقد مدرسين جيتار ما كان عندنا لا بالكويت كان عود كان عود اكثر يعني حتى الله يعطيهم العافيه الحين في وايد مدرسين ووايد موسيقيين برا بالكويت الحمد لله ولكن ايام اول شريت كتاب وشريط VHS على ايامها نوت دي في دي VHS طبعا الحين ما يعرفونه دش على جوجل يعوريكم yeah, حطوا VHS ان شاء الله ذات واز ات شريته من مكتبه هني وكل يوم ارد من المدرسه واحط الشريط اقفل الغرفه وساعات اقعد اتدرب وهو الشريط نفسه يقول ستوب وقف الحين وروح اتدرب وسنين على هالوضع حلو اكثر المطربين اللي تسمع لهم اجانب اكيد طبعا معظم الفرق الاجنبيه او المغنيين الاجانب بس طبعا ما راح اقول لك كل شيء اي اوف كورس يعني انا الكل يعرفني طبعا يمكن روك اند رول ولكن ما احب احط اقول للناس انا بس روك اند رول لا احب اسمع اي شيء زين اوكي انا الحين احب اسمع اي شيء زين ان شاء الله It's late in the evening.
asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. اشكرك. لانه بصراحه قاعد تعطيني احساس كانه واحد قاعد يمشي والمروج الخضراء يمه الحمد لله والهواء قاعد يهب شويه بارد. الموسيقى اللي احب اعزفها ودائما احب اديها للجمهور هي الموسيقى الهاديه عشان تاخذك لمكان هادي. طبعا في موسيقى الصاخبه العاليه ولكن موسيقتي احب اهدي بالناس. بالضبط بالضبط. في ظل اللي قاعد يصير الحين احنا بحاجه لهذه الاجواء انها تكون طبعًا هاديه طبعًا. وتنطبع على شخصيه الانسان نفسه يعني أكيد. ما شاء الله عليك احس شخصيتك وايد هاديه الحمد لله. بعيد شوي عن العصبيه بشكل كبير يعني. الحمد لله الحمد لله. اهم شيء ان يعني نصيحه للجميع تعلمتها هذه الشغله مع مرور الزمن مع الدوام مع شغل مع كذا. ما في شيء اهم من نفسك. صح. والواحد لما يعصب وكذا ترى ضغط وسكر وقلب وليش والامور السيئه راح تحصل والامور الزينه راح تحصل سواء عصبت او ما عصبت. بالضبط كلامك صح. ثانك يو. هذه اروع نصيحه انا حصلتها اليوم. الحمد لله. واروع شيء احب انكم تنفذونه اليوم. ثانك يو زاك على وجودك معنا اليوم يخليك. وفي كل فتره اشكرك وان شاء الله نلقاك في ايفنتات برا ان شاء الله حتى ان الناس هذه تكتسب هذه الثقافه لان احنا في مجتمع إن بدا انه هو يبحث عن ثقافات جديده ومن ضمنها هذه الثقافه طبعا. هي مو بس موسيقى هي استرخاء فعلا. هي هدوء بين النفس وسلام ان انت فعلا. تقدر تدرس نفسك من جديد من خلال استماعك لشخص مثلك. طبعا واشكرك على كل الكلام شكرا الحلو. شكرا لك علي. يسلمك يا رب. ابي اغنيه بس تكون لونج وان حتى ناخذها بالختام لان راح نستمتع احنا واحنا نشوف كادر الاسامي قاعد ينزل على اغنيه هاديه يطالعونها يقولون الكويت بس يسمعون يقولون احنا مو بالكويت وهذا الشيء الحلو بشبابنا. الله يخليك يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. اقول لكم تصبحون على خير وكونوا انتم مثل ما انتم راح تلقون القدر يعطيكم الشيء اللي تبونه انتم.